أعزائي طلبة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، الفرقة الثالثة عربي، نظام الفصلين، كل الميجورز وتخصص فرعي حوسبة اجتماعية أو سوسيو كومبيوتينج. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في كورس Applied Information Systems أو نظم المعلومات التطبيقية. المحاضرة الثالثة عشر. درسنا في المحاضرة رقم 11 و 12 مع بعض Chapter 4 في Lecture Notes أو الجزء الخاص ب إزاي أعمل Enhancement لل ER Model بتاعي أو Enhanced ER Model EER Model، وقلنا إزاي بعمل Enhancement عن طريق استعارة بعض المفاهيم من Object Oriented Programming أو Object Oriented Modeling. زي إيه؟ زي مفاهيم السوبر تايبس او السوبر كلاسز والسب كلاسز، مفاهيم الانهيرتنس او ازاي السب كلاسز بترث من السوبر كلاسز كل الاتريبيوتس بتاعتها وكل الريليشن شيبس بتاعتها. وكمان درسنا فكره الجنراليزيشن والسبيشاليزيشن، وقلنا ان انا لما بنتقل من سب كلاس لسوبر كلاس فانا بعمل عمليه جنراليزيشن للاتريبيوتس والريليشن شيبس، ولما بنتقل من سوبر كلاس لسب كلاس بعمل عمليه سبيشاليزيشن برضو سواء للاتريبيوتس، يعني لازم يبقى فيه سبيشال اتريبيوتس بتعرف السب كلاسز دول او سبيشال ريليشن شيبس بتربط السب كلاسز دول ب انتيتيز ثانيه، ما تبقاش السوبر كلاس او ما يبقاش كل السب كلاسز اللي في السوبر كلاس ده داخله فيها. فدرسنا الانهانسد اي ار موديل من حيث ازاي بطبق مفاهيم الاوبجكت اورينتد بروجرامينج او الاوبجكت اورينتد موديلنج على الـ ER modeling عشان أعمل enhancement، أقلل الـ redundancy، أقلل الـ resources، أقلل الـ time، وأقلل فرص الـ errors أو الأخطاء أو الفساد أو whatever. بعد كده درسنا بقى إيه هي الـ constraints اللي أو القيود اللي موجودة على عملية الـ generalization والـ specialization. درسنا نوعين من الـ constraints، درسنا الـ disjointness constraint وقلنا إن ده بينتج لي احتمالين، يا اما السب كلاسز تبقى disjoint او overlapping. ودرسنا ال participation constraint وقلنا ان ده برضو بينتج لي احتمالين، هما ال total participation وال partial participation. وبالتالي انا عندي هنا اربع احتمالات او اربع اشكال لل enhanced ER diagram او ال enhanced ER model من حيث الجنراليزيشن والسبيشاليزيشن. فإما عندي disjoint و total participation أو disjoint و partial participation أو overlapping و total participation أو overlapping و partial participation. وشفنا إزاي بنعمل graphical representation كمان في الرسم دي الحاجات دي كلها أو للأربع قيود دول اللي موجودين على أداء السب كلاسز وعلاقتهم بالسوبر كلاسز. بعد كده درسنا كمان مفهوم الـ shared subclass والـ union types، قلنا ان هما تقريبا قريبين لبعض او هما تقريبا حاجة واحدة، بس الفكرة كلها في الـ union types ان هي بيبقى حاجة زي union، يعني بيجمع كل الـ elements اللي في الـ subclasses معينة يعني. اما الـ shared subclass فهو بيبقى subclass لأكتر من superclass، وبالتالي بيرث كل الـ attributes بتاعت كل الـ superclasses اللي هو shared ما بينهم. ده اللي احنا درسناه في lectures 11 و 12 او المحاضرة ال 11 وال 12 اللي هم المحاضرتين اللي فاتوا. طيب النهاردة هندرس ايه؟ النهاردة هندرس النوع الاخير من ال data models وهو ال relational data model. يعني عايزة الأول كده قبل ما أتكلم على الـ relational data model أفكركوا تاني بفكرة الـ data models اللي موجود عندنا. إحنا قلنا إن إحنا في عشان أعمل information system أنا محتاج أربعة components، محتاج people، محتاج technology أو information technology اللي هي الـ hardware والـ software والـ telecommunications، ودرسنا كل حاجة من دول بالتفصيل، ومحتاج analysis للprocedures والprocesses اللي هتحكم أداء السيستم بتاعي وبرضو درسناها بالتفصيل. وقلنا الحاجة الرابعة أو المكون الرابع لأي information system هو databases أو data و how to organize data دي علشان أو ازاي بنظم data دي وربطها ببعض علشان أقدر أطلع منها بمعلومة وبالتالي يطلع عندي نظام معلومات effective أو
دقيق يعني. يعني الهدف المرجو أصلا من نظام معلومات هو الخروج بمعلومة مفيدة تساعد متخذ القرار، وبالتالي علشان أعمل ده أنا محتاج أنظم الديتا بتاعتي في شكل معين علشان أعرف من خلال الشكل اللي أنا بنظم فيه الديتا ده أطلع منها بمعلومة. فعلشان أنظم الديتا محتاج أعمل ديتا موديل، وقلنا إنه في الخطوة الرابعة دي أو في الكومبوننت الرابع من الانفورميشن سيستمز أو الجزء الخاص بالديتا بيزز، عشان أنظم الديتا بيزز دي لازم أعمل ديتا موديل. وقلنا إن في أكتر من ديتا موديل بس بنمشي فيهم ستيب باي ستيب. فلو احنا بنبتدي بالكونسبتوال اناليسز او الجزء الخاص بالريكويرمنت اناليسز، فانا بعمل حاجه اسمها كونسبتوال داتا موديل. الكونسبتوال داتا موديل زي ما احنا درسنا السكيما دايجرام والاي ار موديل او الانتيتي ريليشن شيب موديل والانهانسد انتيتي ريليشن شيب موديل، الثلاثه دول وطبعا اعلاهم هو الانهانسد انتيتي ريليشن شيب موديل. يعني خلاص مجرد ما انا عملت الانهانسد انتيتي ريليشن شيب موديل فانا كده وصلت للكونسبتوال داتا موديل بتاعي، فانا كده خلاص بنيت الكونسبتوال داتا موديل. لكن قلنا انه في انواع تانية من الداتا مودلز، في حاجه اسمها الفيزيكال داتا موديل اللي هو بقى الداتا نفسها لما تتحط على الكمبيوتر في سواء اوراكل او سيكوال سيرفر او اكسس وات ايفر بقى الدي بي ام اس اللي انتوا هتستخدموه. فحتى لو انتوا بتستخدموا الاكسس، ملف الاكسس نفسه اللي هو فيه الداتا اللي هو فيه الجداول متربطه بعلاقات وعليها كونسترينز وكل حاجه، ده بنسميه فيزيكال داتا موديل. ليه؟ لان هو داتا موديل، لان لسه ما دخلناش داتا، هو مجرد موديل، لكن هو فيزيكال لانه اصبح موجود بشكل فيزيكال على الكمبيوتر. طيب احنا خلصنا الكونسبتوال داتا موديل، وانتوا في السكشن خلصتوا مع التيتشنج اسيستنت خلصتوا الفيزيكال داتا موديل، بس ازاي بقى حلقه الوصل ما بين الكونسبتوال داتا موديل او الاي اي ار موديل اللي انتوا عملتوه ده عشان اطبقه بقى في شكل جداول تخش على الاكسس عشان اعمل داتا موديل؟ في حلقه مفقوده هنا. فقلنا ان في النص ما بين الكونسبتوال داتا موديل والفيزيكال داتا موديل في حاجه اسمها الريبريزنتيشنال داتا موديل. يعني ايه؟ يعني هاو تو ريبريزنت، ازاي بقدر امثل الكونسبتوال داتا موديل ده في لغه يقدر الكمبيوتر يفهمها عشان تبقى في الاخر على شكل فيزيكال فايل او فيزيكال داتا بيز او فيزيكال داتا موديل. فانا ما اقدرش اتنقل من الاي اي ار موديل اللي احنا عملناه ده على الورق وكلكم رسمتوه وسلمتوني حاجات جميله جدا وعملتوا الاكسرسايزز، يعني برافو عليكم كالعاده. ما اقدرش اعتمد على الاي اي ار موديل ده بشكله الحالي لانه يقدر يتحول مباشره لشكل ينفع الكمبيوتر يقبله. احنا قلنا ان الشكل اللي ينفع الكمبيوتر يقبله واللي انتوا درستوه في الاكسس هو ايه؟ جداول. فاذا انا بحتاج اني احول او اعمل مابينج للكونسبتوال داتا موديل اللي هو الاي اي ار موديل اللي انتوا وصلتوا له لشكل جداول علشان يقدر يتحط، يبقى انا في الاخر عندي الكلام مكتوب على ورق على انه ايه شكل الجدول هيبقى عامل ازاي ومربوط بالجداول التانية ازاي، وبالتالي اقدر انقله على طول من الورق للكمبيوتر ويبقى انا كده على طول وصلت للفيزيكال داتا موديل بتاعه ويبقى خلصت الجزء بتاع الداتا موديلنج. فاحنا اللي هندرسه ايه في المحاضره بتاعه النهارده؟ اللي هندرسه في المحاضره بتاعه النهارده هو الريبريزنتيشنال داتا موديل. فعلشان اعمل الريبريزنتيشنال داتا موديل هنعمل حاجه اسمها الريليشنال داتا موديل، وده هو حلقه الوصل ما بين الاي اي ار موديل والفيزيكال داتا موديل اللي بيبقى على برنامج الاكسس او اي برنامج تاني من الداتا بيز مانجمنت سيستمز زي السيكوال سيرفر او الاوراكل او ماي سيكوال او وات ايفر. طيب هنبتدي بقى في النهارده نتكلم على الريليشنال داتا موديل، بس طبعا كالعاده الريليشنال داتا موديل هو داتا موديل. طيب انتوا فاكرين قبل كده احنا قلنا يعني ايه داتا موديل؟ حد فاكر؟ تمام، احنا قلنا الداتا موديل يعني اختصار لكلمه داتا بيز موديل، احنا قلنا ان هو زي ماكيت لشكل الداتا بيز او لشكل اللي هتبقى عليه الداتا لما تخش على الكمبيوتر بعد كده. فهو نوتيشن او مصطلح بنقصد بيه وصف للداتا اللي هتخش على الكمبيوتر بعد كده وازاي الداتا دي متربطه مع بعض. بس عشان اعمل داتا موديل انا محتاج ثلاث حاجات
ويمكن احنا عملناهم في الـ conceptual data model قبل كده. اول حاجة الـ structure، يعني لازم احدد الـ structure بتاع الـ data. يعني ايه الـ structure بتاع الـ data؟ يعني بناء الـ database نفسه هيبقى عامل ازاي. زي ما انتوا شفتوا في الـ EER model، انتوا عملتوا ايه؟ قلتوا ايه هي الـ entities اللي هتبقى عندي، وكل entity ايه هي الـ data fields او الـ attributes اللي انتوا interested ان انتوا تجمعوها للـ entity ده. يعني مثلا لو عندي جامعة، فالجامعة دي فيها طلبة، فيها اعضاء هيئة التدريس، فيها departments او اقسام علمية، فيها كتب، فيها مكتبة وهكذا، فيها مواد، فيها درجات، فيها حاجات كتير جدا. طيب ده الايه السيستم بتاعي او الانفورميشن سيستم بتاعي. طب لو عايز اعمل data model للانفورميشن سيستم ده، فاحنا قلنا اول حاجه بقول ايه الاستراكشر بتاع الداتا. فانتوا في الاي ار وفي الاي ار الاثنين عملتوا ايه؟ قلتوا ان والله انا همسك الجامعه دي هقسمها لانتيتيز او لمكونات. فانا هقول عندي طلب مكون اسمه الطلبه، عندي مكون اسمه ستاف، عندي مكون اسمه ديبارتمنتس او اقسام علميه، عندي مكون اسمه اكتيفيتيز، عندي مكون اسمه سبجكتس، عندي مكون اسمه بوكس. وبعدين مسكتوا كل مكون وشفتوا الاتريبيوتس بتاعته. يعني انا الستودنتس ايه بقى الاستراكشر اوف داتا انسايد ذيس انتيتي، هنحط فيها ايه، يعني هخزن ايه الداتا اللي انا هخزنها للطلبه، وايه الداتا اللي هخزنها لاعضاء هيئه التدريس وهكذا. طيب الحاجه الثانيه غير الاستراكشر اوف داتا، الحاجه الثانيه اللي احنا بنهتم فيها في الداتا موديل عشان اقدر ابني داتا موديل، لازم نشوف ايه الاوبريشنز او العمليات اللي هتتم على الداتا دي. طبعا في فئة محدودة من العمليات اللي احنا ممكن نعملها على الداتا دي. زي ايه؟ لو تفتكروا احنا قلنا مثلا ان في بعض الاتريبيوتس اللي هي بنسميها الدرايفد اتريبيوتس. فاكرين الدرايفد اتريبيوت؟ فاكرين كان بيترسم ازاي؟ اوفل، والاوفل دي اللاين بتاعها شكله ايه؟ داشت، تمام؟ طيب الديرايفد اتريبيوت احنا قلنا انها مش ستورد. يعني ايه؟ يعني انا مش هسجل قيمتها جوه الكمبيوتر، لكن الكمبيوتر هو اللي هيديرايف او هيشتق القيمه بتاعتها من قيم اتريبيوتس تانية متسجله او ستورد جوه السيستم ده. طب ما هي دي عمليه، دي اوبريشن من الاوبريشنز اللي موجوده عندنا. طيب الريليشن شيبس، لو تفتكروا احنا درسنا كونسترينز، فاكرين الكونسترينز اللي احنا درسناها على الريليشن شيبس؟ احنا قلنا عندنا ايه؟ عندنا حاجه اسمها الكي كونسترين، وده كونسترين على الاتريبيوتس. والكي كونسترين ده عباره عن تو كونسترينز في بعض، اللي هو النال فاليو كونسترينز واليونيكنس كونسترين. ودرسنا بقى حاجه مهمه قوي اللي هو الريفرنشال انتجريتي كونسترين، اللي هو الريليشن شيب لما بتربط تو انتيتيز ببعض بنعمل حاجه اسمها ريفرنشال، او هي بتعمل حاجه اسمها ريفرنشال انتجريتي. يعني بتحط قيد على عمود او الداتا اللي هتتحط في جدول معين انها لازم تكون مطابقه لديتا تانية في جدول تاني. فدي كلها اوبريشنز يا جماعه. يبقى انا لما بعمل داتا موديل بحدد تلات حاجات. اول حاجه الاستراكشر بتاع الداتا، شكل الداتا دي عامل ازاي، ومش بس شكل، استراكشر يعني هيكل، يعني الداتا عندي متنظمة ازاي جوه السيستم ده، تمام؟ محطوطة في انتيتيز عاملة ازاي، الانتيتيز دي مربوطة ببعض ازاي وهكذا. ده الاستراكشر، وده عملناه في الاي ار موديل او في الكونسبتوال داتا موديل اللي احنا خلصناه الليكتشرز اللي فاتت، او التو ليكتشرز اللي فاتت اللي هما ليكتشر 11 اند 12. طيب في الليكتشر وفي نفس التو ليكتشرز دول في برضو حددنا ايه هي الاوبريشنز اللي انتوا عايزين تعملوها على الداتا. زي ما قلت لكم ايه هي الدرايفد اتريبيوتس، الريفرنشال انتجريتي، الحاجه الثالثه الكونسترينز اللي هي لو انت عايز تحط قيد على الداتا. يعني ايه قيد على الداتا؟ احنا قلنا مثلا الكي اتريبيوت لازم يبقى عليه تو كونسترينز. ايه هما تو كونسترينز؟ انه ما يقبلش نال فاليو، يعني ما يقبلش قيمه فاضيه، والحاجة التانية انه يبقى يونيك. يعني ايه؟ يعني قيم فيه ما تتكررش. طب ما دول تو كونسترينز انا عرفتهم على كل انتيتي عندي لازم يبقى ليها كي اتريبيوت، وعشان يبقى كي اتريبيوت لازم يساتسفاي تو كونسترينز دول، بالاضافة زي ما قلت لكم ليه الريفرنشال انتجريتي كونسترين. فاذا عشان ابني داتا موديل فانا بحدد الثلاث حاجات دول، الاستراكشر بتاع الداتا، العمليات اللي هتتم على الداتا دي، وايه هي القيود اللي بتكون موجوده او اللي انا هحطها في السيستم بتاعي على الداتا اللي هتبقى موجوده في الداتا موديل ده.
طيب اتكلمنا بوجه عام انه علشان ابني داتا موديل انا محتاج احدد الاستراكشر اوف ذا داتا او هيكل البيانات متشبكه مع بعض ازاي ومتنظمه ازاي. الحاجه الثانيه، ها فاكرين الحاجه الثانيه الاوبريشنز او العمليات اللي هتتم على الداتا دي، والحاجه الثالثه الكونسترينز او القيود اللي هتتم على الداتا ده علشان ابني اي داتا موديل. وشفنا ازاي في الكونسبتوال داتا موديل اللي احنا بنيناه حددنا فعلا الثلاث حاجات دول واحنا بنتكلم في المحاضرتين اللي فاتوا. طيب النهارده بقى هنبتدي في الريليشنال داتا موديل، وخدوا بالكم الريليشنال داتا موديل ده ليه؟ علشان تو ريبريزنت الكونسبتوال داتا موديل اللي انتوا عاملينه في شكل ينفع يخش على الكمبيوتر فيتحول لفيزيكال داتا موديل. طيب احنا قلنا من شويه ايه هو الشكل اللي ينفع الكمبيوتر يقبله او اللي انتوا بتشتغلوا بيه على الاكسس؟ جداول. فإذا الـ relational data model هو مبني على جداول، والجداول أو التيبلز في الـ relational أو في الـ في الـ في الـ في الكمبيوتر تكنولوجي، سوري في الكمبيوتر ترمينولوجي، تيبلز معناها relations. فلما أقول relational data model معناها إيه؟ معناها tabular data model، يعني data model build on tables أو based on tables. فناخد بالنا عشان دي بتلخبطنا بعد كده، كلمة relation معناها table لكن relationship معناها علاقة، فما نلخبطش ما بين الاتنين. الموديل اللي فات كان اسمه الـ ER model، الـ entity relationship model، عشان بنحدد فيه الـ entities والـ relationships اللي هي الـ المكونات الأساسية بتاعت السيستم والعلاقات اللي بتربطها. لكن في الـ relational data model كلمة relation بس معناها table، وبالتالي relational data model معناها tabular data model أو الـ data model القائم على أو المبني على جداول. زي ما قلنا إن في الـ relational data model بنسمي الـ table relation، وبالتالي الـ entity عندي يعني مثلا لو عندي entity عبارة عن movies مثلا، تمام؟ فلو عندي entity اسمها movie، الموفي ده له 4 attributes وهم التايتل او الموفي تايتل والير واللينث والجنر، دول الاربع attributes بتوعه. طيب في الـ relational data model مش هيبقى عندي entity بقى بعد كده، الموفيز ده هيتحول لإيه؟ الـ entity دي هتتحول لتيبل، وبالتالي مش هنسميها تيبل، هنقول عليها إيه؟ relation. فهيبقى عندي relation اسمها movies، والـ four attributes هيتحولوا لحاجة اسمها four fields أو أعمدة في الجدول ده. فهيبقى جدول زي ما انتوا شايفين بقى، اللي هو بيقول لي إن الموفي أصبحت بدل ما هي entity أصبحت relation أو أصبحت جدول. الجدول ده مكون من أربع أعمدة هما الأربع attributes اللي بتعرف الـ entity اللي اسمها movies. فإحنا حولنا الـ entity لـ relation في الـ relational data model، وحولنا الـ attributes لـ columns، بس برضو ما بنسميهاش columns بنسميها fields علشان هي مش مجرد أعمدة في جدول، هي data fields. يعني إيه field؟ field يعني مجال. يعني إيه هي المجالات بتاعت البيانات اللي أنت مهتم تجمعها لكل فيلم؟ فأنا مهتم لكل فيلم أعرف العنوان بتاعه، أعرف السنة اللي طلع فيها، أعرف مدة الفيلم، وأعرف نوع الفيلم، هل هو دراما ولا خيال علمي ولا كوميدي ولا هكذا، تمام؟ فدي اسمها data fields. فإذا في الترمينولوجي بتاعت أو في المصطلحات بتاعت الـ relational data model كلمة table بتساوي relation، كلمة column أو عمود بتساوي field، لأن هو فعليا هو مش بس عمود، هو data field، يعني هو مجال من الداتا أنا مهتم إن أنا أجمعه في ال database بتاعتي يعني. طيب مجرد ما حولت كل ال entities ل tables أو ل relations، وال tables دي بقت عبارة عن أعمدة وصفوف، احنا قلنا الأعمدة هيبقى اسمها fields. طب الصفوف، حد فاكر احنا كنا بنسمي الفاليو بتاعت لما انتيتي معين بياخد فاليو معينة، حد فاكر كنا بنسميها ايه في المحاضرات اللي فاتت؟ كنا بنسميها instances. ولما حتى قلتلكوا انه لو انا عندي entity اسمها students، ولو انا عندي فعليا بقى 1000 student في الكلية، ف
فهنا أنا عندي ألف instance يعني حدوث من ال entity المجردة اللي اسمها students. يعني إيه؟ يعني في ال ER model اللي احنا عملناه قبل كده أو في ال conceptual data model، ال entity دي حاجة abstract قوي، مجردة، حاجة اسمها طلبة، حاجة اسمها أعضاء هيئة التدريس. ده مش معناها طالب بعينه أو عضو هيئة التدريس بعينه، لا، ده أنا بقول إنه في كيان اسمه طلبة، في كيان تاني اسمه أعضاء هيئة التدريس، في كيان تالت اسمه أقسام علمية. طب لما أقول بقى الطالب الفلاني ده عبارة عن إيه؟ ده instance من الـ entity اللي اسمها students. يعني إيه instance بالإنجليزي؟ instance يعني حدوث على أرض الواقع. يعني الكيان المجرد اللي اسمه طلبة، لما أقول بقى كريم، لأ، كريم ده إيه بقى؟ هو instance من الطلبة. يعني إيه؟ يعني حدوث للكيان اللي اسمه طلبة ده على أرض الواقع بقى. فأنتوا طلبة حقيقيين، أنتوا بني آدمين بقى حقيقيين. فلما الحاجة الأبستراكت أو المجردة اللي إحنا بنقول عليها طلبة دي، لما ننزل بقى لأرض الواقع وناخد بيانات بقى الطلبة الحقيقيين، دول بنسميهم instances. طب بيانات الطلبة الحقيقيين دول هتتحط فين في الجدول؟ في الصفوف. فأنا بقول على الجدول relation اللي هو بيمثل الـ entity، وأقول على الأعمدة fields أو بسميها fields لأنها بتمثل الـ attributes أو الـ data fields اللي أنت عايز تجمعها للـ entity ده، والانستانسز او الحالات بقى الحقيقيه اللي هتحصل من الانتيتي ده على ارض الواقع دي هتتسجل في الصفوف بتاعه الجدول. طب الصفوف اللي هي الانستانسز دي بتتسمى ايه بالترمينولوجي بتاعه الداتا بيس؟ بنسميها تيوبل. يبقى تيوبل معناها رو او صف في جدول، بس هو مش مجرد صف في جدول، ده هو عباره عن انستانس او حدوث على ارض الواقع للانتيتي اللي احنا اتكلمنا عنه. طيب لحد كده احنا اتكلمنا في الاستراكتشر بتاع الديتا. يعني ايه الاستراكتشر؟ زي ما قلت لكم هيكل الديتا. الاستراكتشر بتاع الديتا في الكونسبتوال ديتا موديل كان عباره عن انتيتيز واتريبيوتس وريليشن شيبس، وبنشوف ننسقها ازاي ونربطها ازاي ببعض. اما الاستراكتشر بتاع الداتا في الريبريزنتيشنال داتا موديل اللي هو الريليشنال داتا موديل بتاعنا، هي عباره عن ريليشنز يعني تيبلز وفيلدز او اتريبيوتس او اعمده وروز اللي هم ايه اللي هم الانستانسز بتاعه الانتيتي ده او اللي احنا بنسميها تيوبلز. ده شكل الداتا هيبقى متسجل ازاي. فمش هيبقى متسجل في مربعات ودوائر زي ما كنا بنعمل قبل كده، لا، هيبقى متسجل في شكل جداول، وشوفنا الجداول دي ازاي هتبقى مترتبة. يبقى اذا انا عندي relations، عندي fields، عندي tuples، وهما دول اللي بيكونوا لي الستراكتشر بتاع الداتا بتاعنا. لكن احنا قلنا هي مش بس structures، في operations هتتم على الداتا دي، ودي زي الكويريز والفلتر بقى والكلام اللي انتوا بتعملوه في السكشن على الفيزيكال داتا موديل. لكن كمان مهمة قوي في نقطة تالتة اللي هي ايه؟ الكونسترينز. هل بقى هنسيب الموضوع جداول كده وخلاص ملهاش اي علاقة ببعض، ولا هنحط كونسترينز؟ فطبعا في كونسترينز كتيرة جدا، هي تقريبا نفس الكونسترينز اللي احنا درسناها في الconceptual data model، بس بنشوف ازاي بنعملها على الrelational data model. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا درسنا انه في حاجة اسمها الكي كونسترين. ففي الكي كونسترين احنا قلنا ده بيبقى على attribute معين، صح؟ وبيبقى معناه ان هو ما بيقبلش null values، ادي اول constraint. والconstraint التاني ان هو بيبقى unique، يعني قيم ما بتتكررش فيه، ما بيقبلش قيم متكررة. طب ده نعمله ازاي في الريليشنال داتا موديل؟ احنا قلنا بقى في الريليشنال داتا موديل الاتريبيوتس هتتحول لايه؟ ها؟ الاتريبيوتس هتتحول لفيلدز يعني اعمده. فانا بقى هبتدي جدول جدول، ابتدي اشوف للجدول ده عمود عمود، وكل عمود فيهم نبتدي نشوف بقى هل العمود ده هيبقى كي ولا لا. لو العمود ده كي او هو ده البرايمري كي، يبقى انا لازم احط عليه تو كونسترينز، انه العمود ده ما يقبلش نال فاليو، ودي انتوا عملتوها في الاكسس، وان العمود ده كمان ما يقبلش ريدندنت فاليو او ما يقبلش ذا سيم فاليو فور تو انستانسز
في نفس التيبل او لصفين في نفس التيبل يبقى فيهم القيمه نفس القيمه يعني. فده نوع من انواع الكونسترينز اللي احنا هنعمله. بس هل هو كده بس؟ لا، في كمان حاجه، في كونسترين تاني على الفيلدز بتاعه الجدول بتاعي او الاعمده بتاعه الجدول بتاعي، حاجه اسمها الدومين. يعني ايه دومين بقى؟ الدومين يعني elementary type. يعني ايه؟ يعني انا بقول مثلا نوع الداتا اللي هتتحط في العمود ده ايه. فهقول مثلا لو هو عمود الاسم يبقى نوع الداتا هيبقى ايه؟ text. طب لو هو عمود السالري هيبقى نوع الداتا numeric. طيب نوع الداتا numeric هيقبل precision او تقريب لحد كام علامة عشرية؟ فهنقول مثلا البريسيشن بتاعه كام. فلو انا بتعامل بالجنيه يبقى انا اخري 99 قرش، يبقى بوينت ايه؟ رقمين. فيبقى نيوميريك وعندي الجزء الصحيح وعندي جزء الكسور عبارة عن 2 ديجيتس او اقرب لاقرب 2 ديجيتس وهكذا. فكل دي قيود احنا بنحطها على الاعمدة بنسميها الدومين. فالدومين بيتطلب حاجتين، بيتطلب اول حاجة الديتا تايب، يعني ايه نوع الديتا اللي انت هتحطه سواء كان string او text يعني، او integers او decimals او numeric بوجه عام ونحدد له الديسيمال بليسز بتاعته وهكذا. الحاجة التانية في الدومين غير الديتا تايب ال number of values اللي ممكن ياخد منها. يعني ايه؟ يعني مثلا حاجة زي الجندر، فيلد زي الجندر، هو الجندر بياخد فاليو ايه؟ يا اما ميل يا اما فيميل. يبقى الدومين بتاع الاتريبيوت ده او الفيلد ده هو سيت او فئه فيها ميل كوما فيميل، ده الدومين بتاع الجندر اتريبيوت. طيب الدومين مثلا بتاع الناشوناليتي، لو انا عايز اعمل دومين معين يعني possible values ما يقدرش يخرج عنها، يبقى انا هنا لازم احط كل جنسيات العالم واحطهم كده ويختار منهم اليوزر، يختار جنسية من الجنسيات دي ويقول هي دي الجنسية بتاعتي. طب هل النيم ينفع نعمل له دومين؟ لا طبعا، لانه النيم ما اقدرش انا احدد كل الاسماء اللي في الدنيا واقول له اختار منها. فالنيم ملوش دومين، لكن هو له بس داتا تايب. يعني ايه؟ يعني انا بقول بس ان النيم يبقى سترينج، ممكن احط عليه او تكست، يعني ممكن احط عليه بقى قيد ان هو مثلا يشيل الماكسيمم نمبر اوف كاركترز، مثلا اقصى عدد من الحروف اللي ممكن تتسجل جوه الاسم كام حرف، فاقول له مثلا اخرك 50 حرف، بعد كده الكمبيوتر ما يسجلش عشان المساحه التخزينيه بتاعتي. فاذا كل فيلد في الريليشنال داتا موديل عليه بعض الكونسترينز، كونسترينز الخاصه بالاي ار موديل بالكامل اللي هي الكي كونسترين والنال فاليو كونسترين واليونيكنس كونسترين والريفرنشال انتجريتي كونسترينز، كل الحاجات اللي احنا حاطينها في الاي ار موديل هي او في الكونسبتوال داتا موديل هي هتبقى موجوده في الريليشنال داتا موديل، بس بدل ما كانت على اتريبيوت بقت على عمود. لكن بالإضافة كمان في الريليشنال داتا موديل بنحدد حاجتين، بنحدد الداتا تايب بتاعة كل داتا فيلد أو عمود، وبنحدد الدومين لو فيه. وقلنا الدومين يعني الفئة اللي بتحتوي على كل القيم الممكنة اللي ممكن العمود ده ياخدها، تمام؟ قلنا مثلا زي الجندر هياخد يا إما ميل يا إما فيميل، مفيش قيم أخرى، يبقى هو ده الدومين بتاع الجندر. طيب لو قلنا الدومين بتاع الريليجن مثلا، فهيقولك يا إما كريستيان يا إما مسلم يا إما جو يا إما نو ريليجن، واحد مش عايز ما عندوش دين خالص، فيبقى هي دي الايه؟ الدومين بتاع الريليجن وهكذا. في بعض الفيلز ما عليهاش دومين، طبعا في بعض الفيلز زي النيم زي الفون نمبر زي الكلام ده كله ملوش دومين، لأنه ما فيش قيم محددة لازم اليوزر يختار منها، لا هو بيحط اي قيمة، فيبقى الفيلد ده بنحدد له داتا تايب بس. الحاجة الاخيرة بقى او الكونسترين الاخير في الريليشنال داتا موديل، وده مهم جدا وما كانش موجود في الاي ار موديل، حاجة اسمها الاتوميك. يعني ايه الاتوميك؟ يعني الفاليوز اللي تتحط جوه كل فيلد في الريليشنال داتا موديل لازم تبقى اتوميك. يعني ايه اتوميك؟ يعني ما تتكسرش لحاجات تانية. يعني حاجة زي الكومبوزيت اتريبيوت ما ينفعش،
ال composite attribute اللي هو النيم اللي تحت وال first name وال middle name وال last name، لأ أنا علشان أعمل عمود في جدول ما ينفعش يبقى متقسم لعمودين، لازم القيمة اللي جواه تبقى atomic يعني لا تقبل التجزيء. فممكن أحط عمود first name، خلاص ال first name ده atomic، عمود gender atomic ما ينفعش يتقسم ده، وهكذا. فدي ال constraints الخاصة بال الريليشنال داتا موديل اللي احنا مفروض بصدد ان احنا نبنيه. طيب يبقى احنا اتكلمنا كده في ايه النهاردة؟ النهاردة اتكلمنا على الداتا مودلز، قلنا انه عشان ابني داتا موديل انا محتاجة ثلاث حاجات اساسية، احدد الستركتشر اوف داتا او الهيكل البيانات، احدد البروسيسز او الاوبريشنز اللي هتتم على الداتا دي، واحدد الكونسترينز او القيود اللي هتفرض على الديتا ده لأي ديتا موديل. وقلنا انه الثلاث حاجات دي بالفعل احنا عملناها في الconceptual data model اللي احنا درسناه. وبعد كده قلنا ان علشان اتنقل من الconceptual data model للphysical data model انا محتاجة اعمل حلقة وصل او represent الابستراكت concepts او الافكار المجردة اللي موجودة في الconceptual data model لحاجة ينفع تبقى physically saved او stored على الكمبيوتر. فعلشان اعمل representation ده انا محتاجة representational data model، فبنقول ان احنا في representational data model زي ما في الconceptual data model درسنا الschema diagram ودرسنا الـ ER model وعملنا له enhancement وبقى enhanced ER model، كمان في الـ representational data model احنا هندرس نوع واحد بس، يعني هي مفيش غير حاجة واحدة بس، هي الـ relational data model اللي هو data model قائم على relations او على جداول، لانه هو ده اللي يقدر يبقى represented في الكمبيوتر، لان الكمبيوتر ما بيقبلش الا جداول. طيب اتكلمنا على مفاهيم بقى أساسية في الـ Relational Data Model ده، قلنا انه أي Entity أنا بسميها أو بحولها لشكل Table أو جدول، والجدول ده بالترمينولوجي بتاعة الـ Relational Data Model بنسميه Relation أو Table، والـ Table ده بيبقى مكون أو الـ Relation دي بتبقى مكونة من أعمدة وصفوف. الأعمدة بنسميها fields لأن هي مش مجرد columns، مش عايز حد يقول لي columns بعد كده، بنسميها fields لأن هي مش مجرد أعمدة في جدول على ورق، لا دي data fields يعني مجالات بجمع على أساسها الداتا. الحاجة التانية الصفوف أو الروز اللي هي بتمثل، ما أقدرش أقول عليها rows برضو لأن هي بتمثل instances، هي مش مجرد صفوف في جدول، دي بتمثل بني آدم أو قسم أو أيا كان إيه هو الانستانس بتاع الانتيتي اللي انتوا بتسجلوه، وبالتالي هي عبارة عن ريكورد أو تسجيل لبيانات الانستانسز دي في الفيلدز اللي احنا عايزين نجمعها لكل انستانس بقى، فدي بنسميها tuples أو instances أو records لكن ما بنقولش rows. وكذلك الأعمدة بنسميها fields أو attributes لكن ما نقدرش نقول عليها columns، وكذلك الجدول بنسميه relations لكن ما بنقولش عليهم tables. وبعد كده في المحاضرة الجاية بقى هنبتدي نشوف ازاي بعمل mapping او تحويل لل conceptual data model للشكل اللي هو relational data model. شكل relational data model ده لما بنرسمه على الورق بنسميه relational schema، تمام؟ ده غير schema diagram، هو قريب منها لكن مش نفس الدياجرام. فالريليشنال سكيما هو اللي بيقول لي شكل بقى الداتا بيز ان شاء الله على الكمبيوتر لما تخش هتبقى عامله ازاي، شكل الجداول هتبقى عامله ازاي، في كل جدول كام عمود، الاعمده هي ايه، القيود اللي على الاعمده هي ايه، مين فيهم كي اتريبيوت ومين فيهم مش كي اتريبيوت، مين فيهم عليه كونسترين ريفرنشال انتجريتي، والكونسترين ده بيرفر لانهي تيبل او بيرجع لانهي تيبل، وهكذا. فالدياجرام اللي هيطلع من الريليشنال داتا موديل بنسميه ريليشنال سكيما لان هو سكيما يعني وصف او ديسكريبشن للداتابيس، فهو ريليشنال سكيما يعني الوصف القائم على الريليشنز او الجداول. فزي ما قلنا ريليشنال داتا موديل يعني داتا موديل بيزد اون ريليشنز، الريليشنال سكيما معناها سكيما اور ديسكريبشن اوف ذا داتابيس based on relations or based on tables. زي ما قلت لكم في المحاضرة الجاية بقى نبتدي نشوف المابينج ده، يعني لو أنا عندي
conceptual data model مرسوم في شكل EER diagram، أحوله إزاي لشكل relational؟ ده اللي احنا هنشوفه في اللكتشر الجاية اللي هي lecture number 14 أو المحاضرة الـ 14 إن شاء الله.